اقسم بالله ايدك قومي صحيها يلا. طب ما تزقش بشويش يا اخويا. الله صباح الخير. صباح النور. وضبت حاجتك؟ كله تمام. كويس. مرفت انت يا اكتر واحدة في الدنيا عارفة ان انا مدبب ما بعرفش اقول. هو ده يعني اللي جايب لي الكافية طول عمري. فبخاف اقول. ببقى عارف يعني ان لو قلت ممكن ازعل مني اللي بحبه. فما بلاقيش يعني حاجة اخرج بيها اللي جوايا غير اني اتصدر اللي بحبه. يمكن يبقى مرتاح مبسوط اطمن. ايوه بس اللي انت قلته صح. لا مش صح. انا مال اهلي انا ومال اللي كنت بتعمليه قبل ما اعرفك. الف دلوقتي من ساعة ما عرفتك. انما اللي فات ده ربنا اللي بيحاسب عليه. يو يا سالك هات من الاخر. اول ما ربنا ان شاء الله باذنك يا رب يعني يكرمني كده في موضوع امك هكتب عليكي. ومين قالك بقى ان انا هوافق؟ خلاص هوافق. اشرب بقى. الساعة 11 وربع ولسه ما حدش هل حتى الخواجات مواعيدهم مضروبة. لا طبعا هم المفروض يجوا الساعة كام؟ من 9:30 ل 10 كده. لا يا عمر يبقى كده في حاجة غلط. مريم ممكن اخد منك عمر ثانية لثانية بس عايزة في موضوع. شور طبعا. بعد اذنك. جدا واو انت جبتها ولا اها. صباح الخير يا ادم بيه. صباح النور يا عمر ازيك؟ تمام الحمد لله. اتفضل. شكرا. صباح الخير يا مدام. صباح النور. خير يا عمر؟ خير ان شاء الله. انا بس سمعت انه حضرتك خليت دايفنج سنتر تاني هو اللي يعمل رحله سفاري الغطس للمجموعه اللي كان المفروض تطلع معانا. ما انا قايل ياسمين تبلغك من بدري. هي ما بلغتكش ولا ايه؟ لا هي الحقيقه بلغتني بس متاخر. بس مش دي المشكله. انا بس عايز اعرف السبب بعد اذنك. مفيش سبب ولا حاجة يا عمر. توزيع شغل مش أكتر. أنا بقالي شهرين تقريبا بديكوا كل شغل سفاري الصحراء. وإحنا كأصحاب ريزورتس لازم نبقى فير شوية يا عمر. في 4 دايفنج سنترز تاني بيقدموا نفس الخدمات اللي أنتوا بتقدموها. فطبيعي جدا إن إحنا نشغلهم علشان الدنيا كلها تتحرك. بس دي كانت هتبقى أول مرة نطلع مع فوق سفاري غطس وأنا كان نفسي حضرتك تشوف شغلنا وتسمع بنفسك رأي الناس وتطلع لما تطلع. ما هو ده أدعى لإني أغيركم يا عمر. لان الناس لما تشوفني مركز معاكوا شهرين كاملين في سفاري الصحراء طبيعي جدا لما يظهر شغل البحر ان انا اديهولهم والا هيفتكرونا انا سايب. اه حضرتك عندك حق. طيب استاذن انا. عمر لو سمحت سلم مفتاح المركب لياسمين. حاضر. انتي عملت ايه في موضوع مكتبك؟ ما عملتش اي حاجه. الدنيا عندنا منعكشه. الشغل تقيل قوي وكامل بدا يركز في تفاصيل كتيره جدا ما كانش بيركز فيها قبل كده. المفروض ما تدخليش حياتك الشخصيه في الشغل. منين طيب؟ هو مديني فرصه. اخر مره قابلته حط لي خاتم الماس في كوبايه العصير وطلب يتجوزني بوش. خطفني وبرجلني. بس الحركه عجبتني بصراحه. بس اكتر حاجه برضو كنت مركزه فيها اني ما اتسرعش واخد القرار الصح. صدعتك ودوشتك. لا لا ما فيش حاجة. طب إيه رأيك؟ بصراحة؟ أنا بسألك علشان كده. طيب لو كامل عمل حركة زي دي وتقدم لك بالطريقة دي المفروض إن أنت تكوني عارفة أي حاجة عنه أصله فصله
مين صحابه، مين اخواته، اهله كلهم كده يعني. ايوه يعني مين اللي قال لك الكلام ده؟ حنان؟ اكيد اعتقد ان حنان. فهمت غلط ولا ايه؟ خير يا بكر؟ مين مستنياني جوه؟ طيب دي سوها اخت كامل. هاي ازيك؟ تمام منورانا. ميرسي. دكتور سامر كلاين جديد عندنا في الشركه وصاحب الموقع اللي احنا فيه. هاي اهلا وسهلا. بس والله برافو عليكي يا باشمهندسه، بحسدك ان انتي عارفه تنظمي وقتك. ميرسي. بنكمل في المكتب ودكتور سامر هنا. حضرتك تقصدي ايه بالظبط؟ هوريكي حالا اللي انا اقصده. اتفضلي شوفي ده. هو انا ما اعرفش انت بتجسسي على اخوكي ليه الصراحه؟ السر اللي شفته ما فيهوش اي حاجه تكسفني. بتعشى مع اخوكي ايه يعني؟ ولما تعرفي ان اخويا متجوز برضو مش هتتكسفي؟ متجوز مين؟ متجوزني. هو انت اخته ولا مراته؟ اخته في العلن، مراته في السر. وصلت؟ وصلت. بس اكيد انت متاكده ان انا ما كنتش اعرف حاجه عن الكلام ده. وديكي عرفتي. شاكره جدا. اظن ده سبب كافي يخلي ده اخر يوم بينك وبين كامل. سيبني لوحدي دلوقتي. طيب ممكن اوصلك ولا حاجه؟ لا انا عايزه اروح لوحدي في عربيتي. اسمك. الله ينور عليك يا باراكوتر، خلي عينك عليه. لو نزل من عندها ثبته في اي حوار. ولا هات كلامش، تعالى ورايا. اتحرك يا ابني. خير يا باشا؟ تيجي تقعد معايا يالا. اركب. اطلع عاشور. ثابت يالا، ثابت ثابت يا ابن الجزمه، ثابت. هات شوم. اسمك ايه؟ ياد. اشرف يا باشا. براكوت يا باشا. هات يا ابن توك توك يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صح ابيض؟ ده ايه دول يا باشا؟ سلام. كمان ترابادول؟ دول كمان يا باشا. ايه ده يا ياد؟ حشيش؟ ده سجارتين يا باشا. ليه تظلم نفسك؟ خلي التقرير هو اللي يقول. في المعمل يا ابن الكذب. هاتوهم. يا ضمك
شو ترديش عليا في التليفون ليه؟ مالكوا النهارده؟ لا انت ولا اياد ولا حتى نمر بتردوا في ايه؟ بطلي عصبيه عشان نعرف نتكلم شويه، احنا اللي فينا مكفينا يا سلمى. طب معاكي بيسا؟ ما معيش اي حاجه خالص. امال جايه تحببي لي ايه؟ جيتي يا سلمى عشان انت قلتي لي اجي. طب استني هلبس ونروح نسكور. انت تعبطتي يا سلمى؟ انا ما رحتش الاماكن دي خالص، حتى لو ادوني فيها اصلا ميه المحياه. ايه بنت ما تبقيش عبيطه، تعالي بس وريني المكان وما تدخليش، انا هسكور. لا معلش. الله غريبه جدا، امال جايه تنيلي ايه؟ ما تسالي نفسك انت يا سلمى، هو اللي مبهدله الدنيا من الصبح ولا انت؟ طب ايه يطفي ما بيردش عليا ليه؟ مش هيرد. ليه هو زعلان مني في حاجه؟ تعرفي ظابط اسمه عمر سلطان؟ ايوه. اخته كانت قابلت لنا ونمر. علياء؟ ايوه هي دي علياء. طب وعايزه منك ايه؟ مش عايزه مننا لوحدي، عايزه مننا كلنا. عايزانا كلنا نبعد عنك وما تشوفيناش بس غير في الشغل. هي كده هتقول لعمر هو يتصرف. بس قبل ما تقول لنا عمر هيتصرف ازاي، قالت لنا كمان انت تبقي بالنسبه له ايه؟ وقالت لنا كمان هو ابن مين ويقدر يعمل ايه؟ وبصراحه يا سلمى مفيش حد مستعد يودي نفسه في داهيه عشان حد. وإياد رأيه ايه؟ هيقولي اكتر مننا. طب بره يا نهار اسود. بره يا روح امك. بره يا زباله. ايه يا سلمى ده؟ بره بره، ده بصرف عليكوا يا كلاب. قومي مدام سامية وصلت. دخليها. حاضر. مدام شكرا يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا سامة. خير يا سعادة الباشا؟ هتقيدوني تاني؟ قولي لي يا ساميه، ازاي رباب؟ الحمد لله يا باشا. والتعويره؟ تعويره؟ التعويره اللي احنا عارفينها. خفت؟ جت سليمه يا سعاده الباشا. جت سليمه. جت سليمه ازاي؟ ما تفرجها يا باشا. ولا انت مش عاوز تتفرج؟ أنا شبهت فرجة. ما نتفرج تاني كلنا مع بعض. أفرجها هي بس. لا كلنا سوا. يلا. بعد إذنك يعني. اتفرجي. يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي. ربنا أنت يا نيكو يا. أقعدي بقى كويس كده بقى باحترامك. عشان نتفاهم كويس. شايفة اللي أنت شفتيه ده؟ ليه؟ لو نزلته على موقع واحد في النت مصر كلها هتتفرج عليه يا باشا. الناس بتحب الفضايح يا سلام. روحي بقى لمزتك الملطوطه وترجعيها لعقلها وتقولي لها تروح الجلسه وتتنازل، والا ايوه والا لو حابه نزيع اهو ازيع يا باشا. لو هي حتى اتنازلت هنضمن منين انكم مش هتوروا للعالم الحاجات دي كده على التلفزيون؟ انا اللي بديكي كلمتي وفوقيها 50,000 جنيه ليا. لا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا اقوى منكم، ربنا مش هيسيبكم، ربنا هيخرب لكم، يقعد لكم في ولاياكم، يقعد لكم في ولاياكم. تتفضحوا تتفضحوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كده هتخش النار اهو، دعت عليك. مبروك البراءة يا باشا. الله يبارك فيك وينتقم منك. يعيش الباشا ابن الباشا ويبهدل. اه. ايه مش عايز يخرج برضه؟ هو حر بقى. انا مش فاهمه بصراحة. مش ممكن يكون الخوف ده حقيقي. قصدك ايه يا مريم يعني؟ على فكرة معتز ما بيكدبش. اهدى يا ساندي. مريم صعب تستوعب فكرة انه خايف من الطار دي. يبقى ما تفتيش. باخدونا يا ساندي مش قصدي. يا جماعة خلاص خلصنا، خلونا في المصيبة اللي احنا فيها. معتز تاني يا سليم بطل بقى. انت في ايه ولا فين؟ يا ميزو يا ميزو يا جامد يا وحش. يكس
والله يا ميزو. السلام عليكم. السلام يا نجم. السلام ورحمة الله. يا نجم سينا كلها. على فكرة دلوقتي هقول لك كلمة محشورة هنا. خير تاني. أنت مز آخر حاجة من غير بدلة. مز؟ لا ما مزش. لا مز وعجبني. لا ما مزش. لا مز. أيوة يا عم زيزو يا بتاع الجنس أنت عامل شغل معاك. إيه ده مديح واصل أهو. السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لا والله ده بجد ما هو خيال. مديح مش عايز نعوزة. نعوزة إيه؟ لاني كنت جربت انسى شكلك كفاره يا حبيب. انا عسيت في الفنادق شفت الناس اللي بيساووا نفس الشغلانه في هذه المنطقه بتاعتكم لقيت الحال واقف ما حد عنده شغل ونسبه الاشغال في فندق او اتنين من 10% ل 15% وهذا يبقى قليل بالنسبه لفنادق ادهم لانه اقدم واكبر وعرفت ان ادهم ساعات يعني بيودي جست يبيتي عنده بيقولوا يعني من باب الشغل وباب الرزق وكله يبقى شغال والكلام ده من زمان قوي مش من يومين ولا ثلاثة مش معنى اليومين دول يعني اللي افتكر مكاتب السفاري التانيين يمكن اشتكوه يا جماعة يا جماعة بلاش نحط راسنا في الرمل خلينا في المشكلة اللي احنا فيها مشكلتنا دلوقتي في غادة عشان عمر انا ماليش ذنب في الموضوع ده يا رانا انت عارفة هي علاقتها ايه مع ادهم جوزها طب ودي علاقته باللي احنا فيه ده وضحها عشان مش فاهم يعني كويسين مع بعض بتحبه بيحبها ايوه ايه علاقته بمشكلتنا دلوقتي؟ عشان ممكن جدا يكون ناقصها حاجات مع جوزها ولقيت الحاجات دي في عمر فتشدت تشازلونج بقى وشمعتين عشان نحل مشكله الولايه مع جوزها وتحل عن قفانا. انا واضح ان كلامي بيضايقكم بس انا بحاول اتكلم في منهج علشان نعرف نلاقي حل للمشكله. ساندي لم الدور خلينا نخلص. على فكره انا معاكي في اللي انت بتقوليه جدا وارد جدا بس اولا احنا ما نعرفش تفاصيلها ايه مع جوزها تمام؟ ثانيا احنا ما نعرفش نحل مشكله من النوع ده بطريقه زي دي خالص. زعليش منها ها؟ في فرق سرعات بينك وبينها. النضج، انت بتفكري بطريقه وهي بتفكر بطريقه تانية خالص، هي بتفكر زي كل اللي هنا، انت بقى بتفكري بطريقه هناك. طب ما تيجوا نعكسها. قول يا مصيطني. خلينا اتكلم زيكوا عشان تفهموني. يعني بدل ما ادهم بيبعت لنا الناس، احنا نجيب الناس ونبعتهم لادهم. ازاي يا حلو؟ اكيد كل واحد فينا عنده معارف في بلده. اللي في مصر واللي في اسكندرية واللي في بورسعيد الناس خايفة تيجي عشان حاسة بعدم الأمان لو قدرنا إن إحنا نقنعهم إن الدنيا هنا أمان والدنيا مية مية وما فيهاش أي مشاكل هنقدر إن إحنا نخليهم ييجوا وإحنا اللي نبعتهم بعد كده لأدهم عارفة أنا من ساعة مجيد هنا وأنا هموت وأعرف إيه اللي عاجبك في الواد الصعيدي اللي بخاف من ضله ده مجاية الحب بتجيب شمال أنا شمال صباح الخير يا استاذ تفضل يا ايمن بيه خير يا ست ساميه ربابة اتفضحت يا ايمن بيه طب اهدي بس كده وفهميني بوز الاخص اللي اسمه الكومي طلبني امبارح وعايز يقابلني ده بعد ما كلمتيني وكنت انا عايز ربابة تيجي تشوف المتهمين طب ليه يا ست ساميه ما اتصلتيش بيا وكلمتيني حتى لو كلمتك كنت هروح لوحدي ده كان شرطه قابلك فين؟ في مكتبه وكان معاه الكلب المحامي اللي اسمه نوع من المساومة رخيص جدا كان بيساومك في ايه المرة دي؟ لا ده كان بيخلص ويجيب من الآخر الرباب لما اتخطفت يا أنم بيه خدوا منه كله عارف عرفت منين؟ تقرير طبيب الشارع وصل وأنا ما كنتش عايز أقول لرباب علشان ما تتأثرش يعني تعرف ازاي تقابل المجرمين دول وتتعرف على الواد بتاع التوك توك عشان كان لازم نوصل لأول الخيط ست سامية ما كانش هيحصل ما كانش هيحصل يا أيمن بيه ليه بتقولي كده؟ النجس ابن النجس جاب الواد اللي اسمه تلاعب وخلى يعمل معاها الغلط وهي مش حاسة ولا دريانة ولا شايفة حاجة وفوق كده صورها كمان صوروها؟ صوروها يا أيمن بيه
صورها عشان الخلق كله يتفرج عليها، عشان جسم بنت اخويا يبقى مشاع. الكافر ابن الكافر يحط رجل على رجل ويتأمر علينا. عايزة تروح تتنازل في الجلسة يا كده، يا إما ينزل صورها على البتاع اللي بيقول عليه الكمبيوتر عشان بقية العالم كله يتفرج عليها. استغفرك وأتوب إليك. أنت شفت الفيديو ده بعينك؟ شفت، شفت حتة صغيرة وما قدرتش أكمل، لكن سمعت بقيته، سمعت بقيته وأنا مش شايفة قدامي غير قبلة ربنا، ولساني لساني ما بيقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل اللي بيجوع الغلابة. ونعم بالله. ست سامية مش وقت عياط، كل اللي أنا عايزه منك الأيام دي إنك تكتمي السر ده شوية، ولا رب ما تاخدش خبر بأي حاجة. عايز ثباتها ما يتغيرش لغاية ما نوصل لإنجاني، وبعد كده يحلها ألف حلاق. حاضر، بتشوف حضرتك يا أيمن بيه. امسكي نفسك بقى عشان رباب ما تحسش بحاجة. حاضر. أنا لازم أمشي دلوقتي، السلام عليكم. حسني يا محلى، بس أعمل لحضرتك المكان عشان رباب ما تحسش، تسمعش الصوت. ست سامية. نعم. أنت قلتي اللي عمل كده تلاعب؟ صح. طيب أنا عايزكم على العصر إن شاء الله أنت ورباب. لازم تقولي الاسم. حاضر إن شاء الله يا أيمن بيه. ربنا يبارك لك يا رب.